إذا للحديث عن عودة العلاقات بين تركيا والعديد من الدول العربية لا سيما مع دول الخليج العربي، انضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. أستاذ فراس، مرحبا بكم. حياكم الله. حياك الله. هناك عملية تعافي سريعة في موضوع العلاقات بين تركيا ودول الخليج لا سيما مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كيف نظرتم إليها أستاذ فراس؟ نعم، يعني ممكن أن نقول أن هناك استدارة في قراءة المشهد السياسي الخارجي بالنسبة للخارجية التركية. نعم. هذه القراءة كانت لديها أيضا ظروف دولية أظن كان لها دور بارز في تغيير كثير من القراءات الاستراتيجية. يعني إذا نظرنا إلى آخرها مثلا الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها مثلا رفض الولايات المتحدة الأمريكية أن يمتد الأنبوب الطاقة من إسرائيل باتجاه اليونان باتجاه أوروبا. نعم. دون الموافقة الأمريكية، يعني هذا أظن أن أعاد لتركيا نوعا ما لنقل قوتها المحورية، إضافة إلى أن تشكل ائتلاف محوري لنقول بين الإمارات والسعودية ومصر واليونان وفرنسا، أظن أن هذا كان يعني على المستوى البعيد سيضر كثيرا بتركيا، ولا أظن أن كانت تركيا ستكون بهذه القدرة على مواجهة هذا المحور قوي وثقيل جدا. نعم. وأظن أن لغة الصدام كانت تتجه بهذا الاتجاه، وهذا أظن ليس ما تريده تركيا، لأن في الفترة الأخيرة وضعت نظام ما يسمى زيادة الأصدقاء وتقليل الخصوم، وهذا لم يكن يتوافق مع هذا الائتلاف الحصري. لذلك تلاحظ أن بدأت القضية لنتكلم عن تركيا، لا نريد أن ندخل في مسائل أخرى. بدأت من تحسين علاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد ذلك لاحظنا التحسن مع مثلا دولة إسرائيل، لأن أيضا كانت إسرائيل من ضمن هذا الائتلاف لنقل المعارض لتركيا. طيب. هذه النقطتان لنقل عقدتا في هذا الائتلاف. لاحظ بعد ذلك التطور السريع باتجاه المملكة العربية السعودية، وهذا سيؤثر بشكل كبير باتجاه مصر. لماذا كل هذه الأمور؟ أظن ستطرح في الدقائق القادمة. ربما سنعرج إلى طبيعة العلاقة بين تركيا ومصر، ولكن هل نجحت الاستراتيجية التركية في تجميد الأزمات، وكيف ستنعكس على دول المنطقة أستاذ فراس؟ نعم، ممكن أن نقول هذا من قبل الطرفين. يعني لاحظ أن كما جاء في التقرير هناك حقيقة يعني الملاحظات مهمة جدا. المخاوف أصبحت مشتركة. يعني إذا إيران امتلكت سلاحا نوويا وتفاوضات مع المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تقلق الجميع. لا يمكن للدول المحيطة ألا تكون داخل هذه المفاوضات. لا يوجد مشاركة للدول المفاوضة، يعني إيران تفاوض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية زائد خمسة. أين دول الجوار التي هي تهمها هذه القضايا؟ هناك بالضبط. خلافات تخيف، أذربيجان، المملكة العربية السعودية، حتى تركيا. فهذا أظن جعل المخاوف المشتركة أحد العناصر للتقارب بين الأطراف. النقطة الثانية، البحث عن مصادر الطاقة الحديثة، وهذه موجودة وبكثافة في الشرق المتوسط، والشرق المتوسط مرتبط بشكل أو بآخر مع هذه الدول، أي المملكة العربية السعودية لأن لديها ثقل اقتصادي في مصر مع مصر، وأيضا نفس الشيء لدولة الإمارات. سيكون هل هذه الدول أيضا لنقل مشاركات أو لنقل استثمارات اقتصادية في الشرق المتوسط؟ أظن ذلك. وهذا أيضا كل ذلك الأمور ستحرك هذه لنقل المفاوضات. أيضا أخيرا الحاجة الاقتصادية المشتركة، تركيا تحتاج كثيرا لزيادة إنتاجها الاقتصادي، وهذا لا يمكن أن يكون ما لم يكن هناك علاقات اقتصادية، وهذا يعني استقرار في المنطقة. منذ حين ذكرتم إيران، تعتقد أن إيران انزعجت من هذا التقارب التركي الخليجي؟ تعتقد ذلك أستاذ فراس؟ أظن ذلك. يعني بدأت ربما إرهاصات هذا الانزعاج، ممكن أن نقول عندما أوقفت تركيا إيران إمدادات الطاقة باتجاه تركيا. طبعا كان هناك عذرا بأن هناك خللا استمر لعدة أيام، لكن الجميع قرأها على أنها رسالة إيرانية باتجاه تركيا. حتى لو عدنا إلى الذاكرة قبل تقريبا 8 سنوات، عندما استضافت تركيا مؤتمر التعاون الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، وأصدرت البيان الختامي الذي أدان التدخلات الإيرانية في منطقة الخليج العربي، انزعجت إيران. وقتها سافر الرئيس الإيراني، لكنه في اليوم الثاني عاد للعلاقات الثنائية التركية، لكنه رفض البيان الختامي لأنه اعتبر
أن إيران تتدخل بشكل غير مقبول بالنسبة للدول الخليج العربي. هل تصارح تركيا إيران بموضوع التدخل داخل العراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول؟ هل يعني ركزت على هذه النقطة من خلال اللقاءات أستاذ فراس؟ أنا أظن أن هناك ملفين منفصلين، الملف الخليج وملف العراق منفصلين، وحتى الملف السوري ممكن نضعه ملفا ثالثا. نعم. لكن بالنسبة لمنطقة الخليج أو دول الخليج العربي، تركيا أرسلت رسالة مهمة جدا في استراتيجية، هي تقول أولا أمن الخليج من الأمن التركي، هذه رسالة أظن واضحة لإيران. النقطة الثانية، وصفت العمليات الحوثية ضد السعودية بأنها وضد الإمارات بأنها عمليات إرهابية، إذن هذا يضع أن هل الحوثيين ستصنفتهم تركيا أم ستصنفهم في دائرة الإرهاب، وهذا هم معروفون بارتباطهم في إيران، طبعا سيسبب توترات بين إيران وتركيا وسنشاهد في التوترات الاقتصادية. أخيرا، هذه الدول سيكون لها محور بقراءة تركيا، سيكون لها محور مهم جدا في تحسين العلاقات مع مصر. لماذا؟ لأن تركيا تعتبر أن مصر مهم استراتيجيا بالنسبة للشرق المتوسط، الذي سيسحب ربما القوة التي تتنفذ منها اليونان وفرنسا في منطقة الشرق المتوسط، وسينعكس مباشرة على بحر إيجا. إذن هذا مهم جدا لتركيا أن لا تكون مصر جزء من القوة اليونانية. طيب، الفرنسية. أستاذ فراس، على ذكر عودة العلاقة وهو المنتظر بين مصر وتركيا، إلى أي مدى ستعود هذه العلاقات؟ يعني هل هناك زيارات متبادلة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ تعتقد ذلك؟ حتى الآن أنا لا أعتقد ذلك. حتى الآن يعني هنا ممكن أن نقول أن براغماتية واضحة بين الطرفين، أي أنا أحتاج إليك في هذا المجال وأنت تحتاج إلي في هذا المجال، فإذا أردت الاستفادة فستكون، يعني واضح أن يعني نقل مصالح دولة بشكل براغماتي تماما. طيب. وحتى أن وزير الخارجية تشاوشوغلو قال نحن نعم نريد تحسين العلاقات ونريد، ولكن إذا مصر تريد، يعني نعم نحن ندلو بدلونا، ولكن بعد ذلك يعني ليست قضية هي اللهث أو الركض خلف مصر، هي عبارة عن هناك مصالح مشتركة ستستفيد بشكل كبير نحن وأنتم، ولذلك يتم عرض هذا من هذا القبيل. لكن أظن أن هناك تحسنات في العلاقة بين الطرفين، قد نشهد تطور في وزارات الخارجية بين الطرفين. نعم. أي بين الوزيرين. نعم. الخارجية التركي والمصري. طيب، الجميع يتساءل عن هذا التوقيت في التقارب سواء بين تركيا ودول الخليج وبين تركيا ومصر، يعني لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ هل له علاقة بالانتخابات المرتقبة في عام 2023 أستاذ فراس؟ حقيقة سؤال مهم جدا. نعم. وممتاز. نعم. نعم، كل شيء تقريبا إذا تكلمنا عن السياسة الخارجية التركية مرتبطة جدا بعقلية السياسي التركي الذي دائما يفكر في الانتخابات. نعم. لذلك هي أظن لها توقيت مهم جدا قبل الانتخابات، تقريبا عندما بدأت العلاقة قبل سنة ونصف، والآن نحن على أعتاب الانتخابات بعد في العام القادم. طبعا الاستعدادات للانتخابات تبدأ حتى قبل عام من الانتخابات. هذا كله سيتيح لنقل الأحزاب السياسية المخاطرات والنقاشات السياسية الكبيرة. أظن أن الرئيس أردوغان هو يبحث في هذه النقطة، لأن هذا التحسن سيكون له تأثير على المستوى الاقتصادي تحديدا. لنبدأ بالمستوى أصحاب رؤوس الأموال والأعمال. طيب. وغرف التجارة والصناعة التي سينعكس تأثيرها الجيد على شريحة واسعة، وهي بدورها لها تأثير قوي في الانتخابات. موضوع الوعي الخليجي التركي، إلى أي مدى أستاذ فراس أصبح حاجة ملحة مع سلوك إدارة بايدن، خصوصا بعد التغير الحاصل في مسار الملف النووي الإيراني؟ هل هذا التقارب الخليجي التركي له علاقة بالمباحثات التي تجرى بين إيران والدول في الملف النووي الإيراني؟ يعني أنا أظن هو جزء مهم، يعني هو جزء مهم، لكن هناك أيضا يعني ملفات أخرى. طبعا الملف النووي الإيراني مقلق للجميع،
تريد هذه الدول أن يكون لها حصة ربما في هذه الاتفاقيات، لأن أنا برأيي الشخصي إذا حصلت إيران على سلاح نووي يعني في الأيام التالية ستجد تركيا والسعودية كلها تبحث عن 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 نفس السلاح ليكون لديها للردع بين الطرفين، وهذا ليس جيدا حقيقة للمنطقة. لكن هناك أيضا نقاط مهمة جدا، التوسع الاقتصادي، التبادل الاقتصادي، أيضا لنقل أيضا الانسحاب الأمريكي الواضح في المنطقة، يعني كان هناك تمركز ثقيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج، ما زال متواجدا، ولكنه بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تركز بشكل أكبر في البحر الصين وتلك المناطق، والآن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت، بحر البلطيق أظن سيكون تواجد أمريكي أيضا مهم فيه. إذن سنلاحظ أن هناك تراجع للثقل الأمريكي، لكن لا انسحاب، أنا لا أظن سيكون هناك انسحاب لكنه تراجع. هذا التراجع سيحتاج إلى ملئه. أيضا النقطة الثالثة مهمة، هناك مصالح ثنائية، يعني المملكة العربية السعودية لديها مصالح مع تركيا ستبحث عنها، ونفس الشيء دولة الإمارات وأيضا مصر. مصر سيكون لها مصالح كبيرة جدا في بحر المتوسط، بل سيكون لها أظن يعني يد عليا حتى على حساب تركيا، لأنها موقعها الجغرافي ما بين الشرق المتوسط وحتى منتصف المتوسط، وهذا يعطيها صلاحيات كثيرة على عكس تركيا. تركيا جرفها القاري فقط في شرق المتوسط، لا ينعكس على وسطه ولا حتى في غرب المتوسط. هناك من يحلل أن التقارب التركي الخليجي له علاقة في توازن ميزان القوى في المنطقة، هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ فراس؟ إذا كان يقصد بتوازن القوى بين تركيا وإيران، نعم، يعني أنا أظن أن الدول العربية لديها قوة أيضا، يعني أيضا لا يمكن أن نقول أن توازن القوى، يعني المملكة العربية السعودية أظن لديها جيش متطور حتى أكثر من الجيش الإيراني، يعني لكن هناك دائما إعلام أو إعلان أظن يعني لا يناسب هذه القضية. لكن أنا حسب ما أعلم أن طائرات الأواكس وطائرات الإف 16 وغيرها موجودة في السعودية وفي الإمارات مثلا، الغير موجودة في إيران، ربما التفوق الصاروخي، لكن هذه تحتاج لخبير عسكري، أنا لا أفهم بالقضايا العسكرية، ولكن لا أظن، يعني دولة صغيرة مثل إسرائيل مثلا أيضا لديها ثقل في المنطقة، وهي يعني رغم صغرها أظن توازي بالقوة العسكرية إيران مثلا. أستاذ فراس بدقيقة لو تفضلتم بذلك، هل يرقى هذا التقارب في المستقبل سنشهد تحالف قوي بين تركيا وبين دول الخليج، تعتقد ذلك؟ أنا أظن لن تصل إلى مسألة التحالف كما هو مثلا مطروح بين تركيا وقطر، لكن سيكون هناك تكتل سياسي واضح. هذا التكتل سينعكس على إيران بشكل أو بآخر، حتى باكستان، يعني لا يجوز استبعاد باكستان التي أيضا لديها علاقات وتحالف أيضا مع تركيا، وسيكون ربما مع المملكة العربية السعودية، لكن ليس بمعنى تحالف عسكري، لكن أظنه بمعنى هو أكثر للتكتل السياسي، وهذا التكتل طبعا سيكون له ثقل واضح من خلفه ومن يعني خلف الكواليس. أيضا لا ننسى إسرائيل لديها علاقات مع الإمارات، وهي تعطي ثقل في تلك المنطقة لي منع إيران لكثير من الأمور، نحن نعرف الخلاف حول منطقة الخليج ومناطق الجزر وإلى آخره. أظن هذا التكتل السياسي نعم سيكون له ثقل، وثقل كبير بالنسبة لدول الخليج العربي. الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لكم. مرحبا بكم.